كلنا يعني انت دلوقتي بتغني وانضميت لمركز الثقافة ودار الأوبرا والحاجات دي كلها، هل فكرت ان انت تاخد بقى خطوة الدراسة الأكاديمية للموسيقى ولا انت حابب بس ان هي تبقى هواية؟ اولا انا كنت لما جيت ادخل الكليه كنت بفكر في الموضوع ده ان انا ادرس في معهد موسيقى عربيه، بس كذا حد نصحني ان انا اخدها هوايه احسن. ليه بقى؟ مش عارف بصراحه، هو هي جت كده ان حد كذا حد نصحني قال لي لا خدها هوايه وخد دراسه، خد يعني يبقى معاك شهاده تانية شهادة في مجال ومعاك تاني. في مجال تاني، يعني ان انا ابقى في كذا حاجه. طيب حلو. بتلعب آلات معينة تانية يعني مع الغناء؟ انا كنت بلعب ايقاع بس مع الوقت يعني نسيت الايقاع او ما بقتش متمرس قوي يعني. مركز في الغنى اكتر. ايوه. طيب اسلام، يعني كل الناس اللي بتبقى عايشة في المحافظات بيبقى حلمهم ان هم يجوا القاهرة عشان ينتشروا بشكل اسرع ويبقى ليهم قاعدة جماهيرية وكمان يعني الامكانية ان انت تتعرف وتوصل في القاهرة اسهل بكتير من ان انت تبقى موجود مثلا في المنوفية، ايوه لكن انت الحقيقة موجود او متواجد وعايش هناك في المنوفية. ايه الفكرة؟ يعني انت مثلا ما بتحلمش ان انت تيجي القاهرة تحيي حفلات تبقى متواجد اكتر؟ يعني دار الاوبرا معروف ماشي انت موجود فيها، لكن برضو ان انت تبقى متواجد بشكل مستمر هنا ده يساعدك على الانتشار بشكل اكبر صح او فعلا. اسرع. هو انا لم يعني ما عنديش الامكانيه ان انا اجي اعيش هنا في القاهره، بس بقدر ان انا احاول واسعى واجي في الايام البروفات وايام التدريب عشان نعمل حفله وكده. فطبعا يعني ده انا طالما انا حابب الحاجه فبسعى عشانها وبعمل باكتريه جهدي علشان الحاجه دي. حلو. بس طيب اسلام قولي كده، ايه نوع المزيكا عامه اللي انت بتحب تسمعه، او لو فنان معين قديم ولا جديد؟ هو انا بحب اسمع الجديد والطرب اكتر مين المطرب او المطربه اللي بتحب والقديم برضو. مين قديم ومين جديد بتحبهم؟ ممكن بحب محمد عبد المطلب وكريم محمود. ده احنا قديم قوي. ايوه. وفي ام كلثوم بقى وعبد الحليم. ده الجديد؟ لا القديم. هو الجديد بتحب تسمع مين؟ وفي الجديد بقى بهاء سلطان. الفنان بهاء سلطان طبعا ده طرب. طبعا. بس حلوين دول كفايه. حلوين. مي فاروق برضه طبعا صوتها حاجة اوبرا جميلة قوي جدا. ما شاء الله مايل لكل المطربين الطربيين اللي صوتهم طبعا كويس جدا. طب حابب تغني ايه طيب او نسمع مين منك؟